الموضوع وهو ما يجري حاليا في تدبير الشؤون ديال العالقين، تدبير الأزمة ديال الناس اللي بقات خارج المغرب والناس اللي بقات كذلك من مغاربة العالم داخل المغرب، رغم أنه وقعت بعض الرحلات اللي أخذت واحد المجموعة ديال العالقين والعالقات، لكن ما زال الوضع غامض والناس ما عرفاش واش كاينين شي رحلات في المستقبل ولا ما كاينينش، لأنه باقيين الناس في هولندا، باقيين في فرنسا، باقيين في تركيا، باقيين في الخليج، باقيين في المالديف، باقيين في السعودية، باقيين في قطر، باقيين في الدول الآسيوية، باقيين في أستراليا، باقيين في كندا، ما أي دولة اللي غيمكن تقولها تتلقى فيها عالقين وعالقات من المغرب. كاينين اللي باقيين بالسيارات ديالهم في الجزيرة الخضراء في الخزيرات. هناك واحد الغموض وكل شيء ماشي في الشفافية، لأنه يتم استدعاء اللي غادي يترحل في 12 ديال الليل ولا في 2 ديال الليل، كأننا في العمل السري الفدائي. مع العلم لا كانت الشفافية يمكن تعيط للناس نهار قبل ولا يومين قبل، ماشي مشكل. تيقولوا بأنه تسبقوا الناس ديال الهشاشة، لكن اتضح بأنه كاين الناس اللي ماشي ديال الهشاشة، كاين الناس اللي مشاو وكاينه المحسوبيه، كاين الطائرات اللي مشاو وخلاو الناس وما داوهمش وخلاو الناس اللي تينتظروا هذه شهور. هناك كذلك شائعات ان الحدود ما غاديش تفتح في هذا الشهر، ويمكن حاله الطوارئ الصحيه غادي تمدد شهر اخر الى 10 غشت، لأن إذا شفنا الإحصائيات اليومية ديال المصابين في المغرب فالإحصائيات كاين واحد التزايد في الأعداد. هذا اليوم هذا كان أكثر من 500 إصابة في المغرب، معناه لا قدر الله إلا ما كانتش واحد السياسة واضحة في تدبير هاد الأزمة ديال العالقين والعالقات، غادي نخليو هاد الناس إلى حتى ترشق لكم في المغرب وتحلوا الحدود. اسبانيا قالت لكم المعامله بالمثل، المانيا كذلك. فلا افهم هل الدوله المغربيه بعد 60 سنه ما زالت ما قدرتش تدبر ازمه بسيطه جدا وهي الازمه ديال العالقين والعالقات. ازمه اللي يمكن التلاميذ ديال المتوسط الثاني بعملية حسابية بسيطة أنه يديروا لكم برمجة ديال جميع الرحلات من كل دول العالم، وكان راه دخلوا الناس للبلاد وكان راه مخرجوا الناس من البلاد. مسألة أخرى اللي أستغرب وأن واحد المجموعة ديال مغاربة العالم من فرنسا ولا من شي دول أخرى أخذوا السيارات ديالهم وهبطوا لسبتة على أساس أنه غادي تفتح الحدود الأسبوع القادم. هاد الناس هادو ما تيتبعوش الاخبار وتيحسب ليهم راه هادشي اللي تنقولوه، هاد النصائح اللي تنقولوها راه غتنقولوها غا هكذاك. ايها الاخوان ايتها الاخوات، ترييتوا قبل ان تتحركوا ولا تغامروا، راه نتوما تتشوفوا بعينيكم راه الناس حاصله في المغرب والناس حاصله خارج المغرب، وما تبقاو جالسين في الديور ديالكم. هادي ما تنقولهاش باش انكم تنحزوكم على عشان تهودوا للبلاد، ولكن لا تغامروا لأن الوضع ما زال مقلق وما زال غير واضح. فأيتها الحكومة المغربية، يا وزير الخارجية، نتمنى يوم الاجتماع ديال اللجنة ديال الشؤون الخارجية والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج أنك تكون صريح وما تستعملش لغة الخشب، وتخبر الرأي العام الوطني
ما هي الاجراءات اللي غادي دير هذه الحكومه هذه في هذه المده القليله؟ وشكرا.